في الفترة الأخيرة اليونيسف كانت عاملة كامبين قوي جدا ضد التنمر. زي ما احنا عارفين التنمر هو الاختلاف، أو بمعنى أصح لو أنت مختلف عني فأنا هتريق عليك. المدارس بدأت، وطبيعي جدا إن هيكون في أطفال اللي شعره كيرلي واللي شعره ناعم واللي لابس نظارة واللي ضوافره غريبة شوية واللي أسنانه غريبة شوية، أطفال لسه في مرحلة البناء، فطبيعي جدا ممكن يكون أشكال جسمهم مش واحد. لو جينا بصينا هنلاقي ان الكامبين دي كانت قويه جدا، وهنلاقي ان هم يعني كان عندهم نجوم كتير زي منى زكي زي احمد حلمي وغيرهم كانوا موجودين معاهم في الكامبين ديت علشان يقولوا احنا ضد التنمر. من ضمن اهم الحاجات اللي ممكن تسبب مشكله التنمر عند الاطفال في المدارس هي الحول. لو جينا بصينا هنلاقي ان الموضوع بيبقى مؤرق جدا لنفسيه الطفل، هو مش فاهم عينه ليه داخله في بعض، مش فاهم هو ليه لابس نظاره، ماما هو انا ليه مش زي صاحبي اللي جنبي في الكلاس او في الفصل. بتبقى مشكله قويه جدا بتقرق نفسيه الطفل، واحنا ممكن مع الاسف ما يبقاش عندنا الثقافه الكافيه ان احنا نحكي ونشرح للطفل انت ليه لابس النضاره وعينك هتخف امتى. ويلا بينا نسال الدكتور اللي هيكون مشرفنا النهارده في الاستوديو. ارحب بيكم كلكم الاول، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلامتك الف سلامه. والنهارده عندنا موضوع قوي جدا عن حول الاطفال. هيكون مشرفنا النهارده في الاستوديو دكتور اشرف زيد، اخصائي طب وجراحه العيون. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك، اهلا وسهلا. طيب احنا النهارده عايزين نتكلم عن حول الاطفال. ايه هو الحول، او فكره الحول بتيجي ازاي او منين؟ هو فكره الحول في حد ذاتها هي عباره عن اضطراب في حركه العين. العينين الاثنين المفروض يتحركوا مع بعض بشكل معين. لما يحصل اي اضطراب في حركه العين، سواء عين واحده او عينين الاثنين، فان الحركه دي بدل ما هي تبقى حركه باصه مركزه على نقطه معينه او على اوبجكت معين او شيء معين موجود في مجال الابصار بتاع الطفل او الانسان بصفه عامه سواء كان طفل او كان كبير، الاضطراب ده لما بيحصل بيخلي العينين مش مركزين على الحاجه دي، بيخلي العين او العينين الاثنين يا اما باصه لجوه او باصه لبره او باصه لفوق او باصه تحت. في اشكال طبعا من الحول، يعني في ناس فعلا باصه بره، في ناس العينين الاثنين مضمومين على بعض. وممكن ياخد وضع تاني مختلف عن الشكل بتاع ان العين نفسها متحركه ازاي، وهو ان يكون الراس نفسها او الرقبه بتبص بشكل معين. يعني ممكن يكون طفل دماغ الطفل نفسه، دماغ تلاقي الطفل لافف دماغه كده مثلا، او لافف دماغه للناحيه الثانيه، او باصص كده على طول، او باصص كده على طول. ده مش بيكون سببه ان الطفل عنده مشكله، يعني ممكن يكون عنده طبعا مشكله عضويه يعني، بس مش بيكون سبب ان عنده مشكله نفسيه او هو حابب يبص بالشكل ده. هو ممكن يكون عنده اضطراب في عضلات العين مخليه باصص بهذا الشكل المعين. يعني هل الاختلاف يعني حركه دماغ الطفل ممكن تكون ليها علاقه باعصاب العين مثلا او بعضلات العين؟ بالظبط، هو الطفل بيحاول ان هو يظبط ان عينيه الاثنين باصين في نفس على نفس الحاجه بنفس الشكل، ولما يكون عنده مشكله في عضله من عضلات الموجوده بتاعه العين بتثبت عينه عند وضع معين، هو بالتالي بيضطر يحرك دماغه علشان يخلي العينين بتبقى الاثنين حركه لا اراديه من الطفل على اساس ان هو يظبط عينيه الاثنين مع بعض. كل ده المخ هو اللي بيعمله، مش الطفل بيكون واعي ومدرك ان هو بيعمل ده. وده حتى بيسبب ان في اهالي يجي يقول لنا الولد على طول باصص لنا باستهزاء او باصص بجنب كده ومش عاجبه كلامنا، وهم مش فاهمين طبعا هو مش فاهمين ان هو مش فاهمين ان هو عنده مشكله عضويه يعني. طب هي مش بتبقى باينه؟ يعني الحول طبعا معروف شكله معروف باين جدا. لما البيبي مثلا يكون بيحرك دماغه بطريقه معينه، هل العينين برضو بتكون فيها حول ولا هو بيظبطه يعني بس مش هو أكتر؟ بيظبطه بحركه راسه يعني. هي مش هيكون الاهل جايين يشتكوا من ان طفلي عنده حول، ابني عنده حول، او هم مش عارفين. لا، هو بيقول الولد ده حتى اوقات ما بيروحوش لدكتور عيون، اوقات يروح لدكتور مثلا اعصاب، دكتور مخ اعصاب، دكتور عظام، دكتور اطفال بتاعهم، ويقول الولد على طول باصص كده او عامل راسه كده او باي شكل معين. هي طبعا دي بتبقى ثقافه، يعني ثقافة. احنا عندنا كلنا عارفين ان الحول شكل معين. لا، لما بيجي بشكل تاني ممكن جدا ما يبقاش عندنا الثقافه الكافيه بالزبط اللي كده تخلينا نقدر نفهم او نحدد. ممكن يخلي مشاكل بقى كتيره، يعني من اول مثلا زي ما كنا بنتكلم على البولينج او الانتي بولينج كامبين اللي اتعملت ضد التنمر. ضد التنمر طبعا يكون مثلا مدرس متخيل ان الطفل ده باصص له بصه مش كويسه وتبدا المشاكل. وهاتي والدك، والولد اصلا مريض، والولد اصلا يعني غلبان، والولد على طول باصص لي كده، وابوه يقول له بقى لا يعني بص للمدرس عادل، وهو الولد ما يقصدش يعني هو مش فاهم اصلا. مش فاهم يعني، هو بيقول لي يعني هو الولد مولود مخه حاول يعوضه عن الضعف اللي موجود في عضله من عضلات عينه بهذا الشكل، فهو مش طيب مستوعب ان ده سببه. الموضوع بتاع الحول عموما، هل موضوع الحول ده وراثي؟ هو يعني هو في جزء منه كبير بيكون وراثي او فاميليال او عائلي بالشكل احنا بنتكلم عنه. هو موضوع الحول مش بس مجرد ان هو عنده مشكله عضويه فالمشكله العضويه دي بتظهر في هذا الشكل، هو ممكن يكون عنده مثلا طول نظر، فهو واخد طول النظر ده حاجه جيناتيكالي انهيرتد، واخدها من اهله، فاهله عندهم برضو طول نظر، واهله لو ما كانوش اتعالجوا من الاول
وبقى عندهم حول بقى خلاص الطفل المولود ده بيبقى دايما عنده بنلاقي الاب والام لابسين نظاره، يعني البيبي لازم يكون لابس نظاره. يعني هو مش لازم قوي، بس هو يعني خلينا نقول في اغلب في الاوقات اغلب الاوقات طبعا بيكون طبعا. محتاج ان هو يكون لابس نظاره. فطبعا يعني هي مشكله بتمشي في العائلات ترانزنت فاميليز، بس ليها جزء كبير جيناتيك وليها جزء تاني سوشيو ايكونوميك او متعلق بالاوضاع الاجتماعيه الاجتماعية الاقتصاديه للاسره. يعني لو مثلا في اسره، الاسره دي الوالد مثلا عنده اتولد وان هو صغير وهو كان عنده مثلا ميه بيضاء على عينه، واهله ما كانش عندهم الخلفيه العلميه او ما كانش معاهم بالظبط. الحاله، حالتهم الماديه ما كانتش الحالات المادية كويسه بالظبط. تخليهم يعالجوا هذه المشكله، وبالتالي الاب ده حصل له حول من وهو صغير وفضل عنده الحول ده مكمل لغايه ما كبر واتجوز وخلف، والولد ورث الميه البيضاء اللي كانت جايه لوالده. هل المية البيضاء كمان ممكن تبقى وراثية؟ المياه البيضاء الخلقيه بيكون جزء كبير منها وراثي، يعني المياه البيضاء تيجي الناس كلها، يعني كله بيجي له ميه بيضاء بغض النظر عن هو مين او ايه او عايش فين، كله يعني كمرض ولا لا كحاجة طبيعية؟ كتطور طبيعي من تطورات الجسم، زي ما الناس شعرها بيبيض دي الناس بيجي لها ميه بيضاء، يعني دي حاجه بس ماشي، بس ده بكبر السن، يعني في بكبر السن. هنلاقي انا أغلبية بتكلم الحالات ناس سنها كبير في أغلبية الأوقات، يعني ولكن هو ممكن تكون موجودة لشباب برضو، يعني ممكن ممكن تحصل عادي جدا. ممكن ناس تتولد بيها اصلا. بس لو اتولدوا بيها بقى ساعتها هتبقى وراثية. يعني لو احنا مش بنتكلم عن مثلا عن كبر السن لا لا، للمريض، مش بنتكلم كبر سن خالص، بنتكلم عن الشباب عادي بالظبط. جدا، دي ممكن جدا تكون وراثية شباب واطفال، يعني احنا وأطفال. بنشوف اطفال سن مثلا 6 شهور 5 شهور 4 شهور وعندهم ميه بيضاء وجاي عشان اهله قالوا الولد عنده حول، يعني ده بيتشاف وبيكون موجود. وقتها نكتشف لا ده هو بعد الفحص المظبوط السليم عند طبيب عيون اطفال او اخصائي عيون مهمة جدا اطفال. النقطة ده بتاعت فدي طبيب مهمه، عيون لان أطفال. دكاتره العيون كتير، ودكاتره العيون تخصصاتنا دلوقتي بقت غير زمان، ما بقاش دكتور بيعمل كل حاجه، فبقى عندنا تخصصات كتير ماسكه حاجات كتير قوي في هو كمان بغض النظر عن موضوع التخصصات، يعني هو في مشكلة احنا عندنا لما يبقى عندنا بيبي هو دكتور طفل واحد، دكتور بالظبط. واحد بيعمل عينين بقى، يا بق رجلين بطن اي حاجه. رجل اي حاجة. هي المشكلة كلها عندنا احنا في الثقافة ان الطبيب الاطفال هو طبيب اطفال، بالظبط، انما احنا ما عندناش الموضوع بتاع طبيب عيون الاطفال، هو ده جزء يعني منه. مش عندنا الثقافة دي اصلا. هو جزء منه راجع، لان يعني هي بيبقى المفروض طبيب عيون الاطفال ده بيتحول له الحاله من طبيب الاطفال او طبيب عيون عام، بس ده نتفق ان هو برضه نادر ان هو يحصل، يعني نقدر نقول او الثقافه دي لما البيبي بدات يكبر بدات شويه مثلا، بس مش الثقافه وهو دي نونه يعني لا ما بيحصلش. مش من هو بيبي طبعا، يعني ده في الاغلب بيبقى مسؤوليه اكتر طبيب الاطفال، ان هو المفروض يكون عنده الوعي الكافي ان الطفل ده مثلا الشامل. طبيب الاطفال العادي، طبيب الاطفال اللي بالظبط الناس كلها بتتعامل معاه ده، بالظبط. اللي هو بتاع عمل الولد عنده نزله مش عارف ايه حراره مش الكلام ده كله، ده المفروض يبقى عنده الوعي الكافي ان مثلا لقى اب وام عندهم مشكله في عينيهم لابسين نظارات، او كان عندهم هيستوري ان عندهم ميه بيضاء او عنده اي حاجه، ان هو يقول له ابنك لازم دكتور عيني يشوفه. بالظبط كده، برضو نفس الموضوع في اعتقادا منه انه ممكن يكون في اي مرض وراثي ممكن يجي مرض للطفل وراثي مثلا. او عضوي او اي حاجه، انه في ريسك ان ممكن يحصل له حاجه، فنخلي طبيب عيون يشوفه يقدر هل الريسك ده موجود ولا لا، بالظبط، دي بتبقى خطوه مهمه جدا جدا للكشف الدوري على وضروريه. الاطفال عموما. طبيعي جدا لو الاب والام لابسين نظاره المفروض يكون في كشف دوري على عينين الاطفال عند طبيب عيون اطفال، دي نقطه مهمه جدا. بالظبط. طيب لو احنا هنيجي نتكلم عن اسباب الحول عند الطفل، ايه ممكن يسبب الحول؟ هو اسباب الحول كتيره، ممكن او اكتر حاجه بنشوفها ان يكون طفل مولود ما فيش سبب واضح للحول، يعني هو اتولد من اول من داي 1 من يوم ما اتولد وهو عنده حول، ده بنسميه ايديوباثيك او ملوش سبب، وده في بس الاغلب ده بيبقى حول ولا حول. بيبقى مجرد مش تحكم في اعصاب العين مثلا لا لا، بما انه لسه مولود؟ بيكون في حول يعني ولد مولود عينيه الاتنين داخلين كده بشكل واضح، يعني باينين. باينه، يعني هو من يوم ما اتولد هو باين انه حول. طبعا في حالات تانية بيكون فيها زي حول كاذب او بالظبط. شكله حول. وده بيحصل كمان لاغلبيه الاطفال، يعني انت لما يبقى عندك بيبي لسه جاي فلما بتبص في عينه ممكن ما يبقاش عارف يظبط، يعني العين مش ظابطه مع بعض، دي ده حقيقة. بيبقى مش ده مرض يعني. بس هو في اي حال من الاحوال ما يمنعش ان انت لو شك ان اي حد لو عنده طفل شك فيه ان هو عنده حاجة نروح للدكتور، والله الدكتور اداله معلومة مفيدة النهاردة الساعة كذا لما دخلت العيادة في السنة دي ابنك كويس مش محتاج حاجة، يبقى خلاص انا ابني كويس روحت كشف مطمن. دوري برضو عادي جدا، ده يعني بيبقى اللي هو مهم جدا انا للأطفال. مهم جدا، يعني مهم في اي شك ان يكون في اي حول او اي اضطراب في عضلات العين او اي مشكلة في النظر، ان احنا ناخد الطفل نكشفه على طبيب عيون، ما نقولش هو ما كل الاطفال ما بيشوفوش ما كويس هي ما كل، دي تبقى لا مشكلة ممكن يكون ابنك هو الاكسبشن او بنتك هي الاكسبشن في الوقت ده. بالظبط كده. طيب لو احنا نيجي نتكلم عن نرجع تاني لسؤال أسباب الحول عند الأطفال، ايه ممكن يكون مسببات اسباب الحول؟ الحول، هو الاكتر حاجه شائعه الحدوث هو ان الحول ده يكون يا اما بسبب وراثي او بسبب ان عنده او سبب خلقي، سوري، او ان يكون عنده مشكله في الابصار نفسها سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم سبب خلقي هو مولود بيه مولود اصلا بيه، هو مولود من حتى غير لو هو مش وراثي. هو مش وراثي، هو مولود اوكي بيه، هو اوكي مولود من غير سبب خالص، يعني هو مفيش اي سبب، لما نعمل سيرفي بتاعنا مفيش سبب، تمام. فهو يا اما مولود كده
وربنا خلقه بهذا الشكل، عنده حول ملوش سبب واضح، او ان يكون عنده مشكله في الابصار سواء طول نظر او قصر نظر او اوقات حتى الاستجماتيزم ممكن يعمل ده، او ان يكون عنده مشكله عضويه. المشكله العضويه هي حاجات مش يعني مش كومن قوي انها تكون موجوده، مش شائعه الحدوث انها تكون موجوده، بس في نفس الوقت خطيره جدا، ولو ما اتعالجتش بتؤدي على زي المدى ايه البعيد. مثلا زي عشان مثلا يبقى وجود الكلام المايه البيضاء، واضح لو طفل للمشاهدين؟ اتولد عنده مايه بيضاء ممكن خلاص، هو لو المايه البيضاء دي ما اتشالتش في سن صغير هو ممكن يعيش طول عمره مش شايف بالعين دي، ومش شايف بيها، بمعنى مش شايف بيها، مش شايف بيها. ولا هي اللي المفروض تتحول لمايه زرقاء في الاول؟ لا لا، هي المايه البيضاء نادر جدا بتتحول لمايه زرقاء نادر جدا. جدا، اوكي هي انما المايه البيضاء بتعوقه عن الابصار، وطالما عملته اعاقه عن الابصار فالمخ بالتالي مش هيستخدم العين. عشان نشرح الموضوع اكتر، ازاي احنا ازاي بنشوف وازاي النظر بتاعنا بالظبط، بيتطور ازاي العينين هما الاتنين بيشتغلوا مع بعض؟ بالظبط. احنا العين ما هي الا كاميرا، بالظبط زي الكاميرات اللي احنا بنستخدمها، والكاميرا دي متوصله بكابلات للمخ اللي هو الكمبيوتر اللي بيعمل بروسيسنج للصور او الانفو اللي بتجيله من الكاميرا دي. بالظبط. كل عين بتشتغل لوحدها ككاميرا منفصله. العين اليمين كاميرا بتلقط صوره، الصوره دي بتتنقل للمخ، المخ يوصل له معلومات، وبعدين العين الشمال تلقط صوره توصل للمخ، المخ يوصل له معلومات. المخ بقى بيجي فسر معلومات دي على ان مثلا قدامي كوبايه حمراء على الترابيزه، اللي قدام بتبقى الكرسي، إشارات من المخ للعين عشان بتبقى يترجم. معلومات وصلت للمخ، فالمخ ركز في هذه المعلومه وقراها. وبعد ما المخ بيركز معلومه ويقراها بيبدا بقى ان هو يدي اكشن للعين، طب اتحركي لي العينين الاثنين اليمين والشمال، اتحركوا لي انتوا الاثنين، انا عايز اشوف ايه اللي على يمين الكوبايه. فيبعت اشارات عصبيه واصله للست عضلات اللي بيحركوا كل عين، كل عين فيها كل ست عين في ست عضلات. عضلات بيحركوها، ماشي، اوكي. اربع عضلات موجودين زي البلس عنك بلس وعضلتين مايلين عليهم، بيحركوا العين فوق وتحت ويمين وشمال ولو جه ويلف، خلل لأي سبب من الأسباب في أي عضلة من العضلات دي، هل بيؤدي ممكن لحول، يعني ضعف عضلة من عضلات العين يؤدي الواحدة لحول، ممكن تؤدي إلى بس حول؟ بدرجات يعني، طبعا مش عضله باظت فالدنيا، لا طبعا. بدرجات، وهو بيبص في اتجاه معين. يعني لو العضله بتاعت اللي بتحرك عينه اليمين في ناحيه اليمين بايظه، فهو لما يتحرك شمال عينه هتبقى متحركه طبيعي، بس لما يجي يتحرك يمين لا عينه هتقف. ما زي ما اتفقنا في اشكال كتير مختلفة بالظبط للحول. بالظبط كده. طيب لو احنا هنيجي فلما المخ بيبعت للعين يقول لها اتحركي في هذا الاتجاه، خلاص هي العين بيتحركوا بالظبط كأن واحد ماسك دريكسيون العربيه وبيحرك العربيه يمين، فهو بيحرك يمين بيدي اشاره الإشارة لكل طبعا. العربيات، لكل العجل اللي موجود في العربيه، انتوا مع بعض، او يعني العجلتين اللي قدام لو تو ويل درايف، مش يعني اوكي. اللي هو اتحركي يمين ودي اتحركي شمال، لو في عجله فيهم فيها مشكله هتبقى الحركه فيها مشكله. نفس طبعا الكلام بالنسبه للعين بالظبط. تمام. فده لما بقى بيحصل طول نظر او بيحصل قصر نظر، او بيكون سوري في سبب عضوي بيخلي المخ مش واصله له المعلومات اللي المفروض توصل له من الكاميرا دي، بيقول خلاص الكاميرا دي بايظه، فبما انها بايظه انا مش هشغلها، فبانه مش هشغلها مش هيديها اشارات توصل للعضلات تقول لها حرك العضلات دي، وبالتالي يحصل الحول دي مهم جدا الشرح جدا. بالتفاصيل ده، مهم جدا عشان الناس تبقى فاهمه عشان معانا. الناس تمام. بس هنكمل الموضوع بعد ما ناخد تليفون. علاء، الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا علاء؟ اتفضل، الحمد لله تمام. الدكتور معاك لو عندك اي سؤال. ليه هو سامعك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكتور ورئيس البرنامج. ميرسي يا فندم، جدا ميرسي. اتفضل الدكتور بس معاك. عايزين بس نسأل الدكتور، هو ايه اللي يعني هو فعلا ممكن نظر معلش انا يعني اسف، لو ابوه نظر ضعيف ممكن الابن الوراثة في النظر. عامل الوراثة عامل مهم جدا في موضوع النظر يعني. طيب احنا هنرد عليك يا علاء دلوقتي، تابعنا والدكتور هيرد عليك دلوقتي. العامل الوراثة في موضوع ضعف النظر، لان هو كان بيتكلم لو الاب نظره ضعيف. لو سواء الاب نظر ضعيف او الام نظرها ضعيف، ممكن ده يتورث للاطفال وزي ما المولودين. اتفقنا الكشف الدوري على الاطفال ده شيء مهم كشف جدا. مهم جدا علشان طبيب عيون عيون اطفال اطفال، ده مهم جدا. دي حاجة طبيب مهمة عيون يعني. اطفال دي نقطة لو مهمة التخصص جدا. ده مش موجود في المكان اللي انت عايش فيه، روح لطبيب عيون، ولو وقول له انا لو عندي مشكله ما عنديش مشكله روح طبيب عيون اطفال، طيب فدي كويس ما قوي. فيهاش مشاكل يعني. طيب انا دلوقتي عندي نقطة تانية احنا حابين نوضحها. في ناس كبيرة عندها حول، هل الحول ممكن يجي بعد ما الولد يكبر بطريقة مفاجئة جدا؟ بما ان اتفقنا ان هو بيبدأ من يوم ولادته، ممكن يبدأ من يوم ولادته، بالظبط او حالات بتبدأ بالظبط. من يوم ولادة، هو هل يعني ممكن يجي له فجأة؟ اكتر حاجة تخوفنا هو الحول يجي فجأة لحد كبير، دي بتبقى حاجة بالنسبة لنا حاجة خطيرة شوية. ممكن يكون ايه اسبابها مثلا؟ ممكن يكون اسبابها زي ما اتفقنا عن عضلات العين اللي بتحرك، هي اللي بتحرك العين، فلو نفس القصة عند الكبار، كوبا هي نفس نفس الموضوع. من اول ما نتولد لغاية ما ربنا يفتكرنا يعني، هي نفس نفس الموضوع احنا عندنا بالظبط. هما 6 عضلات، لا بالظبط هنزيده ولا يقل. هيزيد ولا لو عندك يقل، خلل يبقى انت هتشوف انت حويجه. توعك بقى. فالعضلات اوكي دي ماشيه باعصاب، الاعصاب دي لو حصل بالظبط. فيها اي مشكله يبقى على طول معناها ان هيحصل حول.
اللي يعمل مشاكل في الاعصاب حاجات كبيره، ممكن زي جلطات في المخ، جلطات في العمود، في دي تبقى امراض او مشاكل حاجات فجائيه حصلت ممكن مشاكل تسبب الحول فجائيه، للناس الكبيره. ورم، ممكن يكون في ورم في المخ او ورم في النخاع الشوكي او ورم في اي منطقه من المناطق اللي موجوده ماشيه على الاتجاه بتاع الاعصاب ده. ممكن يكون مثلا طول عمره هو عنده نسبه ما من طول او قصر النظر، والمخ او العين نوعا ما متحكمه فيها، والمخ بيدي اشارات بزياده للعضلات بتاعه العين ان معلش تعالي على نفسك شويه عشان نخليه يشوف كويس. فلو الكنترول ده او الايفورت اللي العين والمخ بيعملوه جه في وقت من الاوقات وضعف، ما بقاش قادر ان هو يغطي الاحتياج الفعلي للعين، هيحصل دي كومبنسيشن او هيحصل عدم تكافؤ ما بين القوه اللي المخ والعين بيحاولوا يتحكموا بيها في الصوره وبين العكس، بالظبط وبالتالي كده. يحصل حول. طيب تمام، احنا هنكمل ايه الحالات اللي ممكن تحصل او الاسباب اللي ممكن تؤدي لحالات الحول عند الكبار. معنا ام يوسف. الو، مساء الخير. ازيك يا ام يوسف؟ اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور بس اساله سؤال خارج حوار الحول؟ ممكن؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي، تحت امرك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل عنده حساسيه في عينيه بقاله حوالي 6 7 سنين، ما بيروحش يعني، بديله بتيجي فترات، اديله في الدكتور يديله فترات كورتيزون وما يعني تهديها شويه وما تروحش، لكن على طول فيها حكه جامده، البياض بتاعها مش لونه ابيض خالص. طيب هو وبدات حكايه تنزل لعنده، وانا بدات اشوف ان هو بيهرج جامد برضه في مناخيره. تمام. طب هو سنه كام سنه؟ هو عنده 11 سنه. تمام. هو قال يا دكتور الحساسيه دي ممكن تاثر على نظره؟ طيب هو طبعا، طيب ميرسي قوي يا ام يوسف، تابعينا الدكتور هيرد عليكي دلوقتي. هو طبعا يعني موضوع حساسيه العين ده حاجه مهمه جدا، خصوصا في الفتره اللي احنا فيها او تغيرات الفصول. تغيرات الفصول طبعا، فدي حاجه كويسه يعني ان احنا برضه، سؤال كويس جدا احنا نساله في الفتره دي. فهو الحساسيه ممكن يكون سببها التهاب جيوب انفيه اصلا، او حساسيه عامه موجوده في الجسم. الجيوب الانفيه ممكن تخلي العين تفضل تدمع بالظبط على طول، فممكن يكون السبب الموجود هو حساسيه جيوب انفيه. بس اللي بتشتكي منه ده وان العين بالمنظر ده بالشكل ده هو عباره عن حاجه بيسموها من زمان يعني الرمد، بس بقاله سنين عشان انا بقول برضو لحضرتك ناخد بالنا، حاجه اسمها رمد الربيع او سبرينج كاتار، ده حاجه بتحصل في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي، واللي بيخلي العين على طول متهيجه، على طول فيها حكه، ودي حاجه مهمه لان هي ممكن تؤدي لامراض تانيه، فاحنا عشان كده لازم. طب هي برضو يعني هي واحنا كنا محتاجين برضو نسالها او نتاكد منها، هل ده بيحصل في فتره معينه في السنه ولا لا؟ لان هي قالت بقاله هي سنين، هي الشكوى اللي بتشتكي مريض منها بقاله 6 7 سنين بالظبط كده وهو يعني، عنده، هل بيحصل في نفس السن ده؟ الوقت؟ هي بتبدا في سن من 4 5 سنين، تفضل موجوده معاها لغايه 14 15 سنه، اللي هو الرمد الربيعي بيكون موجود، او يعني الرمد اللي هي بتتكلم عنه الحساسيه ده. هو علاجه بيكون جزء منه قطرات كورتيزون، بس لازم يكون في قطرات ثانيه مضاده للحساسيه. فهي بصفه عامه لازم تكشف عند دكتور قرنيه، ده احسن حد ممكن ان هو يتابع عينيها، احسن حد ممكن يتابع الحاله ويديها الحل يتابع المناسب، يديها الحل المناسب، زائد ان هي محتاجه انها تزور دكتور حساسيه ومناعه لابنها عشان كمان تبقى عشان عارفه الجيوب الانفيه، نتاكد ان هي كويسه، عشان تبقى عارفه التهاب او حاجه، هل في حاجه تانية في الجسم بيحصل لها برده حساسيه بنفس الشكل ولا لا، يعني في اي لخبطه مناعيه موجوده ولا لا. يبقى هو احنا لازم نروح عند الدكتور يا ام يوسف علشان نبقى متاكدين من الموضوع، سواء الدكتور عشان القرنيه عشان نطمن في عتامه على القرنيه ولا بالظبط كده، الدنيا اخبارها ايه بالظبط. ككشف يكون في كشف دوري. طيب هنرجع تاني لنفس السؤال بتاع الحول بتاع الكبار والحاجات اللي ممكن تحصل لهم فجاه تخليهم يبقى عندهم حول. احنا قلنا اي مرض ممكن يجي له زي التهاب اعصاب او زي امراض ممكن تكون ورم او واتس ايفر ممكن يكون حاصل في المخ. ايه تاني ممكن تكون حاجه تانيه؟ احنا دلوقتي في عصر كل الناس ماشيه ماسكه الموبايل وشغاله في طبعًا كمبيوترز والكلام ده، فالناس بتقعد اكتر من 16 ساعه من هم سنتين، اول ما سنتين انت تابلت فيه. فاللي بيحصل ان احنا في حاجه اسمها كونفرجنس، او ان العين بتتحرك، بدل بتتحرك بشكل ستريت لما المفروض بنقرب، العين بتدخل لجوه شويه عشان نقدر نركز على الحاجه القريبه اللي احنا ماسكينها في ايدينا. اللي بيعمل الحركه دي هي عضلات العين برضه. اللي بيحصل ان احنا لما نقعد 16 ساعة او يعني من اول ما نصحى لغاية ما ننام، ده باعتبار ان احنا بننام 8 ساعات يعني مثلا لو قعدنا 16 ساعة دول ماسكين موبايل او ماسكين حاجة قريبة، العضلات بتاعت العين دي بتتعب، فبيجي بعد وقت فبيجي بعد وقت لا انا ماسك الموبايل وعمال ابعده عشان احاول ان انا اشوفه مش قادر، ده في سن اقل من 40 سنه مش في سن القرايه. طيب فده ممكن يعمل لنا حول. هنكمل النقطه دي، عشان النقطه دي بالنسبه لي طبعا هي فيها معلومات كتير. بس معانا ام مصطفى. الو، مساء الخير. وعليكم السلام، ازيك يا ام مصطفى؟ اتفضلي، الدكتور معاكي. اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ معايا بنتي عندها 14 سنة وبتشتكي من عينها. بتشتكي من ايه بالظبط؟ عينها عندها يعني نظرها ضعيف وكده وبتلوخ. طيب ولبست نظارة يا حاجة ولا ما لبستش نظارة؟ على طول بتقول دايخة وكده
كده بينا بتضل كده، حاسس ان بينا ضلمه كده، بتقعد 2 3 على ما نظرها يعني، طيب تقول خلاص يعني هي بتلبس نظارة يا حاجة ولا ما بتلبسش؟ لا ما بتلبسش نظارة. لا يعني هي راحت كشفت ودكتور ما ادهاش نظارة، ولا هي ما راحتش كشفت أصلا؟ لا ما راحتش. لا طيب هي حاجة المفروض تكشف عند دكتور عيون عشان تشوف محتاجة نظارة ولا لأ، وبعدين الشكوى اللي تشتكي منها ممكن تكون متعلقة بوجود أنيميا أو غيره، فهتحتاج برضو إن هي تكشف عند دكتور باطنة، دكتور عام يعني، بحيث إنه يعمل لها شوية تحاليل عشان يطمن يشوف هل عندها مشكلة ولا لأ. طيب ميرسي جدا ليكي يا ام مصطفى، يا ريت تتابعينا. طيب لو احنا هنيجي يعني علشان نلحق برضو ميعاد الفقره بتاعتنا، هنيجي نتكلم عن موضوع الحول في الاطفال وفي الكبار، هل البيبي اللي عنده حول وهل الراجل اللي عنده 35 40 سنه عنده حول، في علاج جراحي ممكن يخلي العين ترجع لطبيعتها ولا لا، سواء في الاطفال او في الكبار؟ هو بالاساس احنا اول حل بنلجا له هو بيكون النظارات، لو الطفل لو الحول ده ده بالنسبه للاطفال طبعا، سواء طفل او كبير، لو الحول ده متعلق بان هو وجود مشكله في النظاره، تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو الحول له سبب واضح زي مثلا مشكله في الشبكيه او مش او ميه بيضاء او عتمه في القرنيه، لما بنحل المشكله اوتوماتيكلي المشكله بتاعه الحول بتتحل. اوقات بنستخدم عدسات لاصقه للاطفال لو عنده عين واحده بس للتحول، عشان في عنده مقاس كبير قوي مش قادر ان هو يستحمله، او سنه صغير ان هو يلبس نظاره. تمام. الحل الجراحي موجود طبعا من اي سن، من اول زيرو لحد. ونتائجه قد ايه تقريبا؟ فكره كام في الميه دي مش هنقول ارقام، ولكن كل حاجه خلينا نتكلم عن الماجوريتي اوف كيسز. او الماجوريتي اوف كيسز اللي بيعمل جراحه بشكل كويس عند حد كويس شاطر وعارف هو بيعمل ايه، هي يعني بتبقى ناجحه بنسبه يعني 100% من 99 ماشي 9 من يعني 10. خلينا نسيب حاجه في الاخر كده ممكن تبوظ مثلا. بالظبط. فطبعا يعني طبعا اللي عنده حول والحول بتاعه ده محتاج عمليه يعملها، بس طبعا ما تبقاش عمليه ليزك. احنا قلنا احنا متفقين ان ليزك للاطفال دي جريمه يعني اي طفل. طيب دي معلومه مهمه جدا جدا، علشان في دكاتره بيقولوا ان الاطفال ممكن يعملوا ليزك. لا الدكتور أي اكد أي يعني ليزك لا، يعني اوقات نادره جدا لما يكون مريض عنده عين واحده بس وملهاش اي حلول، عين واحده فيها قصر نظر شديد وملهاش اي حلول غير ان احنا نعمل له ليزك في ده الوقت، فده ممكن، بس غير كده لا. بس في حالات الاطفال عموما احنا مش بنحذر من موضوع الليزك عموما للاطفال. تمام. انا كنت متشكره جدا ان حضرتك كنت موجود معايا النهارده، احنا لسه هنكمل معاك في فقره ثانيه ان شاء الله مع مسيو ماهر. كنت مبسوطه انا كنت موجوده معاكم النهارده، هنكمل مع دكتور اشرف زيد بعد الفاصل، وتابعونا.